فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من ترك الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنه لا يكفر. يقول سؤالي عن كلمة من تركها جاهلا، هل المراد أنه يجهل وجوبها؟ نعم، ناسي في بلاد جاهلية ما عنده مسلمين ولا يسمع شيء، هو دخل في الإسلام ولا درى أن فيه صلاة مفروضة، هذا يبين له، يعني مثله يجهل هذا من بيئة كافرة، من بيئة جاهلة، فيبين له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما اللي يعيش بين المسلمين ويقول أنا جاهل وهو يعيش بين المسلمين، هذا ليس بمعذور وليس بجاهل، لأنه يسمع، قامت عليه الحجة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.